أعزائي المشاهدين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وإنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو، وراح أعرفكم عن حالي. أنا اسمي وسام من سوريا، عمري 11. ما أعرف هذا الشيء. أوكي، واليوم الفيديو اللي راح ننزله هو عن وهلأ راح نبدأ لعبة مريم. أنا أدعى مريم. حسنا، أطفئ النور وارفع الصوت. هلا هو طافي النور، أنا بس راح ارفع الصوت. كاتبت لي هون فقط للكبار فوق 9 سنوات. هلا سألتني انه اكتب اسمي، رح اكتب ل كتبت لي هون هل تود ارشادي، رح اكتب لها نعم. انك يا ما دخلني شخصا رائع. كتبت لي ابحث معي عن منزلي، لقد كان قريبا من هنا ولكن عندما حل الليل لم اعد ارى اي شيء. حسنا، ماذا تظن اين يوجد؟ اتجاه الغابة في الاتجاه الاخر، اتجاه الغابة. هيا اذا خلينا نفوت بالرعب. راح اكتب له حسنا، اود ان اسألك سؤال ونحن في الطريق، ما في غير خيار. ماذا؟ هل شاهدت جميع الفيديوهات المنتشرة عني؟ راح اكتب له لا. لا يهم، دعنا نكمل الطريق. حسنا، يعني ما في غير خيار. حسنا، كتبت لي لقد وصلنا الى المنزل، شكرا جزيلا، انتظرني سوف اعود. هل ما دخلني هو اسمك الحقيقي او تود تغييره؟ نعم الحقيقي. لقد أخبرت والداي عنك وهم متحمسين لرؤيتك، ما في غير خيار. حسنا، راح أختاره. كتبت له هل تود أن تراهم الآن؟ راح أكتب له لا أريد. أنا لست الحوت الأزرق كما يدعون. لا، إنك كاذبة، أعرف ذلك. راح أقول له لا، إنك كاذبة. أنا لست كاذبة يا ما دخلني، صدقني. إلا حسنا، لماذا أرى في عينك الخوف؟ أنا لست خائف، ومكتوب هون أنا مجرد فتاة لطيفة تحب اللعب مع الجميع، تلعب مع الجميع مع كنزتها دم. ما في غير خيار. حسنا، أعرف كل شيء يحدث، أسمع ذلك بالراديو. ماذا سمعت؟ لقد سمعت أن نهاية العالم قريبة. لا، إنه كذب. لماذا لم تدخل الغرفة؟ ما في غير خيار. حسنا، سجنتني. أنت الآن مسجون في هذه الغرفة، ما في غير خيار. أنت مخادعة. والخيار الثاني لماذا؟ أنت مخادعة. كتبت لي لن تخرج حتى أعود لك بعد قليل. المفتاح معك، فقط هز الجهاز وسوف يسقط لك. راح هزه هلا. مفتاح أحمر، ليس هو.
قد بتلاقي المفتاح معك فقد هز الجهاز وسوف يسقط لك. مفتاح أسود حصلت عليه. أنت تريد أن تختبئ بسرعة قبل أن تعود. ما في غير خيار، تحت الطاولة، تحت طاولة الطعام، تحت الدرج. لا، تحت طاولة الطعام. كتبوا لي لقد عادت من جديد إلى المنزل. لا تصدر أي صوت. مريم، يا ما دخلني، لقد عدت. يا أيها المخادع، أين أنت؟ أعلم أنك هنا في المنزل. ماذا تريد أن تسمع؟ راح أكتب لها ألزم الصوت أو بصوت عالي أغنية. راح أكتب لها ألزم الصمت. كتبوا لي أحد ما خرج من المنزل. انتظر، ما زلت هنا. كتبوا لي الجزء الثاني. نستطيع الإحساس بكل شيء. حسنا، حرارة يديك، يديك اهتزازها، ونبضات قلبك. نعم، وماذا قلبك؟ نعم. ركز في التفاصيل وألغاز اللعبة. حسنا، وسوف تعود إلى اللعبة الآن. أحد ما خرج من المنزل. انتظر، ما زلت هنا. أخرج من مخبئي. لا، انتظر، ما زلت هنا. هل تريد النظر من النافذة؟ ما في غير خيار. حسنا، مريم ذهبت بعيدا خارج المنزل. سوف أخرج. انتظر، سوف أخرج. ماذا تريد أن تفعل؟ سلك طريق السيارات. الذهاب إلى الغابة حتى نفوت بالرعب النالكن. عليك الخروج من المنزل أولا. فتح الباب. طلعت لبوتها. لماذا تريد الهرب مني؟ يخرب بيتك على الصوت. لأنك مخيفة. أنا أكرهك، ابتعدي. أنا أحبك، وأن هربت مني سوف أعاقبك. وماذا أيضا؟ هل تريد أن أسجنك مرة أخرى؟ مريم، أنا آسف، يعني بدأت تسجننا مرة أخرى ومدري شو. هل أنت جائع فعلا؟ راح أكتب لنا عم جائع. سوف أذهب أحضر شيئا لنا من المطبخ. حسنا، وماذا تريد أن تفعل؟ اذهب إلى المطبخ واعتذر منها. أخرج من المنزل. لماذا لم تأخذني معك؟ هيا إذن. انتظر قليلا. قالوا لي انتظر قليلا. أطفئ الأنوار وارفع الصوت. أنا هلا طافي الأنوار ورافع الصوت. فعلت ذلك. الجزء الثالث. حسنا، أين تتوقع سلكه؟ أي طريق؟ في اتجاه الغرب، في اتجاه الشرق، في اتجاه الغرب.
استمتع بكامل الأجزاء والمواسم مقابل $3 فقط. وهلا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ورح ننزلكم الجزء الثالث من لعبة مريم عندما توصل الفيديو ل100 لايك. ويلا سلام.